معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع عبر الهاتف من بغداد الباحث والأكاديمي المتخصص بشؤون المياه والأنهار دكتور هيثم الخزعلي. مرحبا بك دكتور هيثم. صحيفة ديجيتال جورنال الكندية حذرت من تداعيات موجة الجفاف في جنوب العراق، يعني ما حقيقة الوضع المائي في جنوب العراق؟ طبعا ابتداء مرحبا بكم وبقناتكم الكريمة مشاهديكم الكرام. الوضع المائي في العراق حقيقة يمر في أزمة، وانخفاض مناسيب المياه بشكل مستمر، وعدم وجود إجراءات احترازية من قبل الحكومة العراقية، ولم تقم ببناء سدود وخزانات، إضافة إلى عدم وجود تفاهمات مع الجانب التركي الذي نفذ مشروع شرق الأناضول والذي يتضمن 21 سدا على نهري دجلة والفرات، والتي ستؤثر بشكل كبير على مناسيب المياه في العراق. الحقيقة لابد أن يتم التوافق مع الجانب التركي على إطلاق حصص العراق المائية، وأن يتم الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث أن نهري دجلة والفرات هم نهرين دوليان. هذا من جانب، ومن جانب آخر لابد للحكومة العراقية أن تقوم باتخاذ إجراءات من بناء سدود وخزانات. ما يفاقم المشكلة في العراق حقيقة أنه حكومة إقليم كردستان قامت ببناء عدد من السدود، تصور 5 سدود، وهذا أدى إلى انخفاض مناسيب المياه التي تصل إلى وسط وجنوب العراق، حتى أن بعض الأنهر الفرعية في محافظة ميسان تعرضت للجفاف. والجوف الملحي في محافظة البتراء في شط العرب يعني امتد كثيرا بسبب دخول مياه الخليج إلى شط العرب، وتحول جزء من مياه شط العرب إلى مياه مالحة. طيب ما أثر ذلك دكتور هيثم، يعني ما تداعيات وأثار هذه الأوضاع والمشكلات التي ذكرتها على العموم الحياة الزراعية والبيئية والاقتصادية في هذه المدن والمناطق؟ طبعا الماء واقعا هو الحياة، وبالتالي وتأثيره على كل جوانب الحياة. المواطن العراقي سوف يعاني من هذه الأزمة، وفيما إذا استمرت مناسيب المياه بالانخفاض هذا سوف يؤدي إلى تصحر العديد من المناطق، وبالتالي سوف تكون له آثار اقتصادية على جفاف الأراضي الزراعية وزيادة أيدي البطالة من العاملين في المجال الزراعي، إضافة إلى التأثيرات البيئية من اختلاف أجواء العراق وزيادة نسبة الأتربة والغبار في الأجواء العراقية، وما يؤثر ذلك أيضا على مستوى الصحة بشكل عام، إضافة إلى أنه بعض الكائنات الحية تعيش في مناطق أهوار العراق أو في المناطق الزراعية، وهي لابد أن تكون محميات طبيعية وأن تدخل في تحت الحماية الدولية، وأن يوفر لها كميات من المياه في حال استمرار الجفاف، ربما تنقرض حتى هذه الكائنات التي تعيش في هذه المحميات الطبيعية. أشكرك شكرا جزيلا. من بغداد باحث والأكاديمي المتخصص بشؤون المياه والأنهار دكتور هيثم الخزعلي.